معكم من هذا الديوان، يقول: من فضلكم شل وسلام وتحية، مني لمن هيمان قلبي في سبه، وخبروا عن حالي يا أهل الحمية، قولوا لفي يخاف لمحب ربه، لا يكون قاسي في غرامة علي، خلوا يفكر في أمر من يحبه، لا يرتكب حب القلب ذنب فيه، متجاور بالله ومتدخل به، وانتوا انقذوا يا ناس روح برية، وطلبوا منه يسمح لي بس اتصل به، اسمع كلامه بو عيان غضية، قالوا تحبه قلت ميت في حبه. من أرض الإمارات دار زايد الخير، تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب، وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار.